النهاردة هنتعلم البرمجة في محاضرة واحدة بس، وهنبدأ من الصفر، يعني مش لازم يكون عندك أي معرفة عن البرمجة، وهنتعلم إزاي نعمل أرباح عالية جدا من البرمجة. الكورس عملي عشان أهم حاجة في البرمجة إنك تطبق بإيدك، وعشان تدي لنفسك موتيفيشن تتعلم وتشتغل على نفسك. هفكرك إن البرمجة هي المستقبل، أكتر مجال بيدفع فيه فلوس وبيستثمروا فيه، وكمان تقدر تشتغل أونلاين من البيت وتعمل بيزنس خاص بيك. ولو خايف تعمل كارير شيفت دلوقتي، فممكن تشتغله جنب شغلك لغاية ما المواضيع تظبط معاك. ايه بقى البرمجة دي؟ يعني لو اتعلمت برمجة تقدر تعمل بيها ايه؟ تقدر تعمل اي ابليكيشن زي اللي موجود في موبايلك او كمبيوتر، وتقدر تتحكم في اي جهاز في بيتك. يلا بينا نبرمج مع بعض اول ابليكيشن. ايه ده، هنبدأ نبرمج على طول كده واحنا لسه ما اتعلمناش حاجة؟ اه، انا دايما اسلوبي كده، احب تشتغل بايدك وتتعلم عملي اول باول، وكل فترة هشرح بروجكت كامل من اوله لاخره عشان تشبع تدريب عملي. وعشان ما يفوتكش اي درس، اعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس وتابعني على فيسبوك. قبل ما تبدأ تنفذ الابليكيشن، لازم تخطط له الاول على الورق وتحدد هو هيمشي ازاي ويتصرف ازاي في كل سيناريو، وبتحدد التيست كيسز عشان تختبر كل جزء في الابليكيشن. يلا بقى نبدأ نخطط لأول أبليكيشن عملي هنتعلمه مع بعض. فكرة الأبليكيشن هيبعت للناس رسائل أوتوماتيك في المناسبات والأحداث المختلفة بدون أي تدخل منك، وبحيث يبان إن الرسالة مبعوتة مخصوص، مش مجرد رسالة جماعية من اللي بتتبعت للناس كلها مرة واحدة، زي اللي أكيد بتجيلك على الواتساب من حد عامل فورورد الرسالة وبعتها للناس كلها. هنخطط لأبليكيشن زي ده إزاي؟ أول حاجة، الأبليكيشن لازم يشغل نفسه أوتوماتيك كل يوم من غير ما انت تشغله بنفسك وفي مواعيد انت محددها له. بعد ما البرنامج يشتغل، هيحمل قائمة الناس اللي هيبعت لها رسائل. طب هيجيب قائمة الناس دي منين؟ فهنحتاج نتعلم داتابيزز وازاي نبني قاعدة بيانات نخزن فيها بيانات ونستخدمها وقت ما نحب. طب بيانات الناس دي بقى بتيجي منين؟ هنحتاج برضو نتعلم طرق لجمع البيانات زي الفورمز او النماذج، ومحتاجين طريقة نتأكد بيها من صحة البيانات، يعني نعمل فاليديشن للبيانات. يبقى لغاية دلوقتي احنا محتاجين نتعلم ازاي نشغل الابليكيشن تلقائي ونعمله سكيدولينج عشان يشتغل في توقيتات احنا محددينها له، وداتابيزز عشان نخزن المعلومات بتاعة الناس اللي هنبعت لهم، وفورمز عشان نجيب او نجمع البيانات بتاعة الناس اللي هنبعت لهم في المناسبات، وفاليديشن عشان نتأكد من صحة البيانات. هنحتاج بقى نختار من قاعدة البيانات بتاعتنا ناس معينة اللي هنبعت لهم الرسائل بناء على كرايتيريا محددة، ودي احدى اهم المميزات القوية اللي بندور عليها في قواعد البيانات، اننا نكون قادرين نصفي البيانات ونرتبها على مزاجنا. مثلا اللي يوم ميلاده زي النهاردة هنبعت له رسالة تهنئة عيد ميلاد، اما لو النهاردة موافق مناسبة دينية زي عيد الفطر او عيد الاضحى او عيد القيامة المجيد، هنختار الناس اللي هنبعت لهم بناء على ديانتهم. او لو انت شركة ومحتاج تبعت رسائل فولو اب للعملاء بتوعك او للموظفين، كل مرة هنختار الناس اللي هنبعت لهم الرسائل دي بناء على معايير انت اللي بتحددها، وده هيخلينا نتعلم الكونديشنز، يعني هننفذ عمليات معينة بناء على شروط معينة. بعد ما اخترنا الناس، هنحتاج نكون الرسالة المناسبة لكل شخص بحيث تكون كاستمايزد وتبان كأنك كتبتها له مخصوص. فهنحتاج نتعلم التمبليتنج، وعشان احنا عاوزين بعض الحاجات في التمبليت تتغير اوتوماتيك، يبقى هنتعلم المتغيرات او الفاريبلز. بعد ما جهزنا الرسالة بتاعت كل واحد، هنحتاج طريقة نبعت بيها الرسالة دي. ممكن مثلا نبعتها له في رسالة SMS او على الواتساب او الفيسبوك، ولاننا عايزين الابليكيشن بتاعنا يعمل ده اوتوماتيك من غير اي تدخل منا، هنحتاج نخليه يتواصل مع تطبيقات او سيرفرات تانية، ودي بنسميها API. ولو بقى عاوزين نرسم صورته على التورته او نكتب عمره بالشموع، هنحتاج نتعلم الرسم بالبرمجة، حاجة كده تشبه الفوتوشوب بس اوتوماتيك، تخيل. وبعد ما الرسالة تتبعت، لازم نعمل ريبورتنج عشان نعرف الابليكيشن عمل ايه بالظبط، ونعرف عدد الرسائل اللي اتبعتت والاخطاء اللي ممكن تحصل ونظبطها. نيجي بقى لمرحلة التنفيذ. عاوزين بقى نختار الناس اللي عيد ميلادهم النهاردة عشان نبعت لهم هابي بيرثداي. هنختارهم ازاي؟ هنقارن يوم وشهر ميلادهم بيوم وشهر النهاردة. اليوم وشهر ميلاده متطابق مع يوم وشهر النهاردة، يبقى عيد ميلاده النهاردة وهنبعت له الرسالة. ولو عايزين نحسب كل واحد فيهم عنده كام سنة، ببساطة هنطرح سنة ميلاده من السنة الحالية. يعني مثلا لو النهاردة 1/8/2021، يبقى اللي عيد ميلاده النهاردة هو اللي يوم ميلاده يوم 1/8. ولو هو مولود مثلا سنة 2000، يبقى عنده 2021 ناقص 2021 سنة. وبالمناسبة أنا عيد ميلادي فعليا يوم 1/8 بس مش سنة 2000. كده احنا عندنا مجموعة من الناس اللي عيد ميلادهم النهاردة. المجموعة دي في البرمجة اسمها array او map. array او map يعني مجموعة من العناصر، ولما بحب اتعامل مع كل عنصر من عناصر المجموعة، بعمل iteration او loop على عناصر المجموعة،
ودي معناها بلف على عناصر المجموعة عنصر عنصر، بنفذ مجموعة عمليات على العنصر ده، ولما بخلص بدخل على العنصر اللي بعده، وهكذا لغاية ما بخلص كل عناصر المجموعة. يعني مثلا لو أنا عندي مجموعة ألوان زي كده، red yellow green، دول كده عبارة عن مجموعة ألوان، هسمي المجموعة مثلا colors. يبقى colors دي عبارة عن مجموعة ألوان فيها 3 ألوان، ودي بسميها array. الأري عادة بحطها ما بين القوسين اللي هما المربعين دول، وبفصل ما بين كل عنصر والتاني بقيمة عادية. ساعات بقى بحتاج أكتب مجموعة العناصر دي على هيئة key value pairs. يعني مثلا لو أنا عندي بيانات شخص محتاج النيم بتاعه، وليكن بياناتي أنا شريف الديب، مثلا جوب انجينير، كونتري، اي بيانات، ايجيبت، سيتي، الكسندريه. برضو دي مجموعة بيانات زيها زي المجموعة اللي فاتت، ولكن تفرق في حاجة واحدة بس، هي ان العنصر نفسه كل ده كده يبقى عنصر زي ما احنا شايفين، العناصر مفصولة ما بين كل عنصر والتاني بقيمة عادية، ولكن العنصر نفسه عبارة عن key value pairs. لكن في الاري كانت العناصر كل عنصر عبارة عن value بس، لكن هنا العنصر الواحد عبارة عن key value pairs. يعني مثلا النيم الفاليو بتاعته او قيمته شريف الديب، الجوب قيمته انجينير، country قيمتها ايجيبت، سيتي قيمتها الكسندريه. في الحالة دي برضو مجموعة عناصر، ولكن بسميها map، ودي مجموعة هسميها مثلا ايه انفو. يبقى سواء الاري او الماب في الحالتين عبارة عن مجموعة عناصر جواها كذا عنصر، وبنفصل ما بين كل عنصر والتاني بكومة وكل حاجة، ولكن الفرق ما بينهم ان في الماب العنصر الواحد عبارة عن key value pairs، لكن في الاري بكتب القيم على طول. لو طبقنا الكلام ده على الابليكيشن بتاعنا، هنلاقي ان احنا عندنا مجموعة من الاشخاص بسميهم persons، هحطهم جوه array عشان هما مجموعة. كل شخص محتاج البيانات بتاعته على هيئة ماب، او بمعنى اصح key value pairs. يعني محتاج الاسم كذا، التاريخ الميلاد كذا، وهكذا. وانا بقى بجمع البيانات عشان اخزنها في قاعدة البيانات، بفكر الاول ايه البيانات اللي انا محتاجها. انا محتاج ايه في الابليكيشن بتاعنا؟ محتاج تاريخ ميلاده عشان اقارن او اقرر اذا كان هو عيد ميلاده النهاردة ولا لا، وكمان عشان احسب هو عنده كام سنة. يبقى انا محتاج ال birth date، ومحتاج الاسم عشان ابعت له رسالة باسمه. يعني اقول له مثلا كل سنة وانت طيب يا فلان، فهحتاج الاسم اللي هو نيم، وهحتاج مثلا رقم موبايله عشان ابعت له الرسالة دي على رقم موبايله او على الواتساب، فهحتاج موبايل. وطبعا لو انت هتبعت على الماسنجر بتاع الفيسبوك، يبقى انت محتاج الاي دي بتاع الماسنجر، وهكذا. يبقى ده العنصر الاولاني عبارة عن شخص، وبعدين الشخص التاني برضو هتكتب ماب تانية اللي هيبقى جواها برضو بيرث ديت ونيم وموبايل، وبعدين الشخص التالت، وهكذا لغاية ما تخلص كل عناصر الاري. يبقى انا عندي هنا اري اللي هي persons جواها اشخاص، كل شخص عبارة عن ماب، ودي عبارة عن اري. يبقى ال persons عبارة عن مجموعة من الاشخاص، الماب او كل شخص عبارة عن ماب، يعني مجموعة من البيانات. عشان ده عبارة عن key value pair سميته map، وده عشان عبارة عن مجموعة عناصر سميتها array. هنحتاج بقى نمسك كل عنصر من عناصر ال array اللي اسمها persons، وننفذ عليها التاسكس بتاعتنا. والحركة دي زي ما اتفقنا اسمها loop او iteration. اكتبها لكم اهي، loop او iteration. loop او iteration يعني بلف على عناصر المجموعة عنصر عنصر، يعني بمسك العنصر ده
وبنفذ عليه التاسكس بتاعتي، بخلص واقوم داخل على العنصر التاني، اخلص واقوم داخل على العنصر التاني. التاسكس بتاعتي بقى ايه؟ ان انا بمسك الاول بيرث ديت، اقرر اذا كان تاريخ ميلاده النهارده او عيد ميلاده النهارده ولا لا، لو لا هطنشه وادخل على اللي بعده، لو اه يبقى هكون الرساله عن طريق التمبليتنج، وبعد كده هبعتها له على موبايله او على الواتساب او الماسنجر او هكذا، عن طريق ايه؟ الاي بي اي. كل المصطلحات دي احنا طبعا درسناها في الاول. تعالوا بقى نكون الرسالة بتاعت كل شخص، هنعمل تمبلت وبعدين هنغير حبة حاجات فيها كده بناء على بيانات كل شخص، وده اسمه الـ variables أو المتغيرات، عشان في حاجات بتتغير، ودي تاني معلومة برمجية هنتعلمها النهاردة. مثلا الرسالة هتكون أو التمبلت هيبقى happy birthday وبعدين هكتب اسمه وبعدين هقول له مثلا كذا years old، يعني العمر بتاعه او الايدج بتاعه years old. بقى اللي مكتوب بالاحمر قدامي ده عبارة عن متغيرات، انا مش هكتب نيم، لا انا هشيلها واحط قيمتها، عشان كده اسمها متغيرات، لكن بقية الجملة ثابتة هتتبعت زي ما هي لكل شخص، يعني كل شخص هتبعت له happy birthday بس هشيل نيم وهحط اسمه، وبعدين هشيل الايدج وهحط قيمة الايدج بتاعته years old. هشيل بقى نيم وايدج واحط اسم وعمر كل واحد، يعني قيمتهم بتتغير من شخص للتاني، عشان كده اسمهم متغيرات، ودي احدى اهم المميزات القوية جدا في البرمجة. اكيد هنحتاج نعرف الكمبايلر ان كلمة نيم وايدج دي عبارة عن متغيرات، يعني هيشيلهم ويحط قيمتهم، مش نصوص ثابتة زي بقية الجملة، فنحتاج نكتبهم بطريقة مختلفة شوية عن بقية الجملة. النص العادي الثابت بيتكتب ما بين quotation mark بالشكل ده كده، الكمبايلر بيفهم ان اللي مكتوب ما بين quotation mark سواء single quotation mark كده او double quotation mark كده، بيفهم ان دي مجرد جملة عادية هيتعامل معاها عادي، ولكن اللي مكتوبة من غير كوتيشن مارك بيفهم ان دي متغير، فهيروح على طول يدور على قيمة كلمة نيم او المتغير نيم، هيدور على قيمتها ويشيلها ويحط ايه مكانها الاسم. نفس الكلام في الايدج. في بعض لغات البرمجة زي بي اتش بي بنحط علامة دولار ساين قبل اسم المتغير، زي كده مثلا بنكتبه كده نيم و age، ولكن في معظم لغات البرمجة ما بنحتاجش للدولار ساين دي، بنكتبها زي ما هي بس من غير الكوتيشن مارك. فاضل حاجة بسيطة كده، ان احنا نربط اجزاء الجملة ببعضها، ودي اسمها concatenation، ودي ببساطة عبارة عن دوت او علامة بلس. في بي اتش بي بتبقى دوت، ولكن في اغلب لغات البرمجة بتبقى بلس، فهنستخدم البلس. بحط بلس كده، يعني بربط ما بين الجزء ده من الجملة بالجزء ده، وبعدين علامة بلس عشان اربط الجزء ده بالجزء اللي بعده، وبعدين علامة بلس عشان اربط الجزء ده بالجزء اللي بعده. انا عندي هنا في الجملة مجموعة اجزاء، الجزء ده اللي هو نص ثابت عادي، بعد كده في متغير، بعد كده في متغير تاني، بعد كده بقية الجملة. انا محتاج ما بين كل جزء والتاني هعمل concatenation، يعني بحط علامة بلس. من غير الكونكاتينيشن ده، يعني مثلا لو انا عندي متغير اسمه ايه ومتغير تاني اسمه بي، لو انا كتبتهم بالشكل ده هيفتكر انه ده متغير اسمه ايه بي، لكن انا لازم اكتبهم كده، فبيتعامل ان ده متغير اسمه ايه وجنب منه متغير اسمه بي. نفس الكلام لو انا عندي جملة ثابتة تكست عادي خالص اهو، يبقى انا لازم اربط ما بين التكست ده والمتغير اللي قبله، بان انا بحط برضو علامة بلس. الايج دي عبارة عن العمر، عشان نحسب هو عنده كام سنة، عشان نحدد اصلا هو عيد ميلاده النهاردة ولا لا، هنحتاج البيرث ديت بتاع كل شخص. البيرث ديت عبارة عن اليوم والشهر والسنة، يعني مجموعة من ثلاث عناصر، يعني بلغة البرمجة عبارة عن اري او ماب، فهنكتبها بالشكل ده. هنقول ان البيرث ديت، يا اما اكتبها بالشكل ده، يعني لو هو مثلا مواليد 1 فبراير سنة 2000 يبقى هكتبها بالشكل ده، كتبتها
على هيئة الري من 3 عناصر. أنا عارف إن أول عنصر عبارة عن اليوم، وتاني عنصر عبارة عن الشهر، وتالت يوم عبارة عن السنة، أو ممكن أكتبها بالشكل ده على هيئة بقى كي فاليو بير. يبقى أنا عايز أحدد بشكل صريح إن الدي يكون 1، والمانث 2، والير سنة 2000. طبعا عشان دي ماب فانا حطيتها ما بين القوسين المعكوفين دول، وعشان دي اري حطيتها ما بين القوسين المربعين دول. سواء بقى كتبتها بالشكل ده او كتبتها بالشكل ده، انا في الحالتين عندي مجموعة من العناصر. البيرث ديت عبارة عن مجموعة من 3 عناصر، العنصر الاول عبارة عن اليوم، العنصر التاني عبارة عن الشهر، العنصر التالت عبارة عن السنة. طبعا ممكن اكتب عناصر المجموعة في نفس السطر زي كده، او اكتبهم كل عنصر في سطر لوحده زي كده او زي كده. ده عنصر 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 عنصر، كل عنصر في سطر لوحده، او تبقى العناصر مع بعض في نفس السطر. المهم ان انا ما بفصل ما بينهم بكومة. عشان نحسب بقى هو عنده كام سنة، هنطرح سنة ميلاده من السنة الحالية. تخيل بقى ان تاريخ ميلاد الشخص كده يوم 1 شهر فبراير سنة 2000، وتاريخ النهاردة كده التوداي. طبعا ممكن اكتبه على هيئة اري او ماب زي ما انا عايز. فهقول النهاردة 1 من شهر فبراير يير مثلا 2021. طيب ازاي بقى اعرف هو تاريخ ميلاده النهارده ولا لا؟ هقارن القيمتين دول بالقيمتين دول، لو قد بعض زي ما هو في الحاله بتاعتنا يبقى هو تاريخ ميلاده النهارده، عيد ميلاده النهارده. طيب عايز احسب هو عنده كام سنة، بكل بساطة هقول السنة بتاعت النهاردة ناقص السنة بتاعت ميلاده اللي هو 2021 ناقص 2000، يبقى هو عنده 21 سنة. يلا بقى نبدأ نظبط حساباتنا. طب نحسب هو عنده كام سنة، هقول ان ال age اللي هو المتغير بتاعنا ده، ال age ده عبارة عن ال year بتاعت today ناقص ال year بتاعت ال birth date. فهقول today year ناقص birth date year. طبعا الكومبايلر هنا هي دي عبارة عن متغيرات، فالكومبايلر هنا هيقوم شايل ال today year دي ويحط قيمتها بتاعت كل واحد. هنا في حالتنا دي هو مثلا ال today يبقى 2021، لكن لو نفس البرنامج ده اشتغل السنة الجاية هيبقى القيمة 2022. عشان كده ما بكتبش ارقام، انا بكتب متغيرات. وبعدين هيشيل القيمه دي او هيشيل المتغير ده اللي هو البيرث ديت هير، ويحط قيمه السنه الميلاد بتاعت كل شخص. الشخص ده كان سنه 2000، لكن لو بتتكلم في شخص تاني مثلا هيبقى سنه 2010 مثلا، وهكذا. في السطر ده بس احنا في حاجات كتير او في البرمجه اتعلمناها من غير ما نحس، زي مثلا اسناد قيمه لمتغير. الايدج ده عباره عن متغير واحنا اسندنا له قيمه، عملنا عمليه حسابيه، دخلنا على كي من الاوبجكت او الماب، ودي بقى هتترجم كالاتي: 2021 ناقص 2000، يبقى الراجل ده الايدج بتاعته تساوي 21 سنه.